محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن مساخرة فن. السلام عليكم يا كابتن سيف، مساء الفل. ازي صحتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا محمد بيه؟ ربنا يخليك يا كابتن سيف، وتحياتي لكابتن علي جيت اللي منور. حبيبي. وانا والله يعني قلما بحب اخش اعمل مداخله، انا طلبت ان انا اعمل المداخله دي، انا طالبها عشان انا طالبها يا كابتن سيف. انا هقول الكلمتين بتوعي واروح. اسئله مش هاخد منك اسئله، انا هقول كلمتين لكابتن علي. انت ليه اتغيرت كده؟ ما كنت بتخش وتقعد معانا لحد ما بنخلص يا فندم. انا عنيا ليك، بس انا عارفك انت هتعمل ايه فيا. لا الاول ليك يا كابتن سيف، حاجه مشرفه انت، حاجه جميله جدا. ربنا يخليك يا عارف علاقتنا عامله ازاي. ربنا يخليك حبيبي يا محمد، ربنا يخليك. ببارك لكابتن علي زيد. ربنا يخليك كابتن علي. انت عارف كويس قوي احنا فرحانين قد ايه ان انت يعني شفناك في النادي الاسماعيلي، وانا بتكلم المكالمه دي علشان جماهير النادي الاسماعيلي، وعشان كابتن علي زيد، وعشان ابراهيم بيه. بقدم له كل تحياتي، وببارك لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، وبنقول لكم احنا الشركه الراعيه، احنا خدامينكم. اي حاجه انتوا عايزينها ربنا يكرمك يا محمد، احنا تحت امركم. ربنا اي حاجه انا بعتذر لك كده على الهواء، انا مسافر حج بكره، لكن اول يوم ان شاء الله هرجع فيه هبقى موجود في الاسماعيليه اللي ابراهيم بيه عشان ابارك له. واي حاجه انتوا طالبينها منا كابتن علي، اي شيء. وحضرتك عارف طبعا، وسيبك من سيف، ما تخلوش يقول اي حاجه على الهواء. ربنا يخليك يا كابتن علي، عشان هو دايما بيوقعنا في الحته. لا هو بس كابتن علي كان ليه رجاء صغير قبل بس ما انت تسافر، تسيب مع عمرو وهبي الشيك ب 5 6 مليون جنيه بس، الناس تمشي بيه نفسهم لحد ما ترجع. يا فندم، اللي علي بيأمر بيه واللي ابراهيم بيأمر بيه كده كده كده، هو قلل المبلغ اللي انت بعته يا محمد. يا فندم ده لحد ما يجي. لا تمام كده، هو قلل المبلغ اللي انت بعته يا محمد. اي حاجه ربنا يخليك يا محمد. ده اللي معهود فيك يا محمد، ويمكن كان الحوار مع المهندس ابراهيم، انا يعني بصفه ان انا اتعاملت معاك سنتين، من اروع الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها، من ارجل الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها. رجل موقف محترم. لا بيرتبط بعقد ولا يرتبط بدفعه ولا يرتبط قول له انا عايز، عشان قبل ما تقول له انا عايز يقول لك انا شايف ان انتوا محتاجين. انا سنتين قضيتهم مع الاستاذ محمد كامل، قمه الروعه والرجوله، واعتقد واتصالي بيه لن ينقطع وما تقطعش ابدا، ويمكن ما الاتصال ده غالي عندي جدا جدا. ربنا يخليك علي بيه. انا بس هقول لك على حاجه كده على الهواء مباشره، يعني مش هنوصيكوا على الاسماعيلي، احنا نفسنا الاسماعيلي يرجع تاني زي الاول. احنا كشركه راعيه زعلانين من كل حاجه، لكن ان شاء الله الدنيا تبقى احسن بوجودكم. الوجوه مبشره، شايفين. انا شفت صراحه الصوره، بسم الله ما شاء الله كل الناس جميله زي ما الناس قبل كده حاولوا وكل حاجه، لكن واحنا بنقدم، انا بقدم كل احترامي للحاج محمد ابو سعود، يعني والدنا كلنا، ويمكن توفق في حياته وفي حاجات حصل فيها مشاكل، لكن بشكل عام احنا انا بقدم له برضه تحياتي، لكن بقدم تحيات شركه برزنتيشن لعلي بيه والمجلس اداره النادي الاسماعيلي. تحت امركم في اي حاجه، وربنا يوفقكم، نفسنا تعملوا لنا حاجه كويسه ان شاء الله. ربنا يخليك. المداخله دي عشان كده استنى خليك معايا دي بقى. سؤال واحد تحياتي يا كابتن. لا سؤال واحد بس، سؤال والله مهم دلوقتي. انا كان معايا جواب ملوش علاقه شويه بالاسماعيلي، كان معايا جواب من شركه ميديا ماب ان هم مقدمين عروض للانديه ب 100,000 جنيه ومعسكرات وكذا حاجه. ثم النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره برضو حصل الحديث على عرض من التلفزيون المصري ب 10 مليون جنيه لدوري الدرجه الاولى. ثم فوجئت دلوقتي بجواب بيعرضوه على الشاشه، الحقيقه انا اول مره اشوفه. راح النهارده برزنتيشن لاتحاد الكره ب 12 مليون جنيه. انت رحت متاخر بس يا كابتن سيف. الحمد لله رب العالمين، انت تتحدث مع الشركه اللي احدثت طفره في دوري الممتاز، والنهارده بقينا نتخانق على دوري الدرجه الثانيه، وان شاء الله باذنك يا رب خلال سنتين ثلاثه ان شاء الله نتخانق على دوري الدرجه الثالثه. هو ده اللي احنا مبسوطين بيه. مش مشكله الارقام، مش مشكله اي حاجه، بس الحمد لله بقى في عروض مقدمه لكل الكوره. الكوره خدت مساحتها اللي احنا نفسنا فيها ان شاء الله. احنا قدمنا عرض النهارده لاتحاد الكوره، انت رحت متاخر شكلك الاجتماع ولا حاجه. احنا قدمنا، ما كانش في اجتماع النهارده، ده كان غدا. يا فندم انا ما حضرتش. وكان بره اتحاد الكوره، انت اللي معلوماتك بايته. بس هو كان في مطعم، وانت بعت ده لمقر اتحاد الكوره. طب يا فندم خلاص، احنا بعتنا طالبين حقوق البث الفضائي الموسم واحد ب 12 مليون جنيه. بس معنى كده ان انت بتعلن وجود التلفزيون المصري كان هيخلي الموضوع مباشر. معنى كده ان انت بتعلن الدخول في منافسه رسميه مع شركه ميديا ماب، لان كده مش هينفع يبقى بالامر المباشر، لو في قرار لازم هتبقى مزايده. بس الجزئيه بس اللي حابب اوضح لك يا كابتن سيف، احنا ما نقدرش نشتري من الانديه. طب الناس بتسالنا، طب انتوا ما اشتريتوش من الانديه ليه؟ اولا عشان ما فيش قرار. اولا 64 نادي ما فيش قرار لجنه انديه دوري الدرجه الثانيه، ده مش موجود. فاحنا بنشتغل قانوني جدا، ما فيش نادي للاسف عرض اي مزايده عشان احنا نخش فيها.
فبالنسبه لنا الحل كان اللي هو الحل الاسلم نقدم لاتحاد الكوره، واحنا بنقول لاتحاد الكوره رسميا يا احنا عندنا عرض ب 12 مليون جنيه او نقدر نخش في مزايده، لو في مزايده على حقوق البث احنا تحت امركم نخش ونزايد، ومش فارق برزنتيشن تاخد تلفزيون ياخد شركه، انا اسف يمكن مش حافظ الاسم ميديا او اي شركه اخرى، اه اي شركه اخرى مش دي المشكله، المهم انه اهم حاجه الانديه تاخد اكبر قيمه ممكنه، دي اهم حاجه، طول ما الانديه بتاخد اكبر قيمه ممكنه احنا اكتر ناس بنستفيد. ربنا يوفقك ان شاء الله محمد، وبشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، بشكرك شكرا جزيلا. محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن.